لا تزال تقدمات الجيش الوطني والقوات المساندة لها مستمرة لمواصلة حربها ضد الجماعات الإرهابية في العديد من محاور القتال، ولا زالت تحاصر تلك التنظيمات في جيوب صغيرة بعد ضرب الكثير من تمركزاتهم وأخذ العديد من الآليات والأسلحة. القيادة العامة للقوات المسلحة قالت أن منطقتي جنفودا والجواشة تشهدان اشتباكات متقطعة، بالإضافة إلى الكثير من الألغام والمتفجرات التي زرعها الإرهابيون في محاولة لإعاقة تقدمات عناصر الجيش. كما أشارت القيادة إلى استخدام المدفعية الثقيلة لدك مواقع الإرهابيين في محوري الصابر وسوق الحوت لمنعهم من المناورة. سلاح الجو هو الآخر يقوم بمساندة القوات البرية على الأرض، وذلك بتوجيه عدة ضربات جوية للكثير من مواقع التنظيمات الإرهابية. القيادة أعلنت أيضا في وقت سابق أن الأسر العالقة في منطقة جنفودا هم أسرى حرب لدى التنظيمات الإرهابية، وأن رئيس الغرفة الأمنية شكل لجنة من أجل التفاوض معهم لإخراج هذه العائلات، لكن دون نتيجة لأنهم يستخدمونهم كدروع بشرية. مراقبون ليبيون يرون أن الحرب والواقع رحاها بمدينة بنغازي أصبحت محسومة على الأرض، وذلك بانتصارات القوات المسلحة، وأن المسألة باتت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة بنغازي من براثان الإرهاب. إبراهيم الحنبولي لقناة ليبيا الحدث.